أدان المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية حديث الرئيس التركي حول مصر وقيادتها السياسية، وقال إنها تعبر عن حقد وعن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها. وقال المتحدث إن تلك المهاترات تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامي، بالإضافة إلى صدور أوامر باعتقال أكثر من 1400 مواطن تركي خلال أسبوعين، بالإضافة إلى فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن ما اقترفه أردوغان امتد كذلك إلى الحكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد، مشددا على أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي.